d'avancement sur la phase d'excavation et de préfabrication, les 50% d'avancement. Ça, c'est l'ouvrage de captage qui va recevoir les eaux de mer avant de passer à la première conduite qui va desservir. الاستراتيجية الوطنية الحالية المبنية على البرنامج السيد رئيس الجمهورية يعني تمضي في تجسيد برنامج استراتيجي خاص بإنجاز يعني في مرحلة أولية 5 محطات تحلية مياه البحر ذات سعة 300,000 متر مكعب يوميا، إضافة إلى البرنامج الاستعجالي الذي أنجز في 2021 والذي سمح لنا بتجاوز مرحلة جد حرجة من نقص مياه الصالحة للشرب لتموين الساكنة. فالاستراتيجية مبنية على تموين كل سكان منطقة الساحل إلى عمق 150 كيلومتر داخليا يعني بالمياه المحلات. هذه المشاريع هي مشاريع سوف تسمح طبعا بإنجاز بخلق مناصب شغل عديدة بالمئات بل وبالآلاف لما ننتهي من كل مراحل الإنجاز، وستسمح بتمويل كل الساكنة يعني تصوروا 1,500,000 يعني غير في هذه المحطات الخمس 300,000 يوميا. نحن نتمنى أن نستلم هذه التجهيزات خلال نوفمبر 24 وسوف نتابع مراحل الإنجاز شهريا إن شاء الله.